السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا السلام عليكم متابعينا الكرام، في أثناء الفيديو كما كتلاحظوا في الفيديو حنا كنتواجدوا بزينب بن الزاوية بمدينة سيدي سليمان. معنا أحد الطلاب اللي خرجوا اليوم، أحد التلاميذ اللي اليوم كيتواجدوا أمام ثانوية زينب بن الزاوية اليوم. اي قربونا المشاهدين اليوم كيفاش كانت الاجواء ديال داخل القسم. السلام عليكم. السلام عليكم. كي كانت الاجواء اليوم داخل القسم؟ جد جيد جد جيد جيده. زيرونا شويه، واخا زيرونا شويه ولكن خدمنا شويه، واخا خدمنا شويه، زيرونا شويه واخا خدمنا شويه. نعم ولكن واخا قربنا من الشباب ديالكم. ايكونومي بلاتي شويه. هو المهم الامتحان في المتناول شويه صعيب، ما صعيب ما ساهل، ولكن الحمد لله درنا المجهود ديالنا، درتوا المجهودات ديالكم. هلو ايفريون، اي ام ستودنت ان هاي سكول توداي. اي وي كنت شويه تصمت العرض عليكم. كمل كمل كمل. توداي اي باس اكزام ان زينب النفزاويه. اذا مشاهدينا الكرام، تفكر عليك هلا هذه تيعرف دابا واحد اخر. سير 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 اليوم اللي كيتواجدوا. سير هاشي سير زيد زيد، انا زيد زيد، نقربوا المدرسة. يعني الشباب اللي خارجين اليوم كاملين من المؤسسة ديال زينب بن الزاوية، بعض الشباب اللي دوزوا الامتحانات اليوم باش نقربوا جميع الأجواء باش نعرفوا في هذه الأثناء هذه كما كتلاحظوا. إذا مع الناس اللي كيجي مع والديها عائلات ديالهم، نحاولوا ما أمكن اننا نقربوا. السلام عليكم. اليوم كي دوزتوا الامتحان؟ دوزنا مزيان اخويا الحمد لله. كيفاش كانت المراقبه؟ كيفاش كانت بلاتي الاخوان؟ مزيره، حنا قرينا مزيان وجاوبنا. نعم بلاتي بلاتي. واش كانت المراقبه مزيره؟ كانت الامور كيفاش كانت؟ مزيره مزيره. في السونتر ما مشاتش بخاو. انتما قايل بريفيو. سيدي دايري خدمتو. هادو بريفيو. نعم. يا انت تحيه لك الحمد لله دوزنا. نعم واخا كان داك الشمس مزير. ديديكاس لا بلاتي ناسي. ديديكاس ناسي بلاتي. لا لا خلي خلي هضر معنا دابا على المهم. شوف واخا كانت مزيره الحارس وداك الشيء دوزنا الحمد لله مزيان، كل شيء بخير الحمد لله، ونتمنوا الاساتذه وكل شيء الصحه والسلامه والنجاح. اذا كنتمنوا التوفيق للتلاميذ. اذا في هذه الاثناء هذه كما كتلاحظوا معنا متابعينا الكرام، يعني الشباب اللي كيتوجدوا حاليا، يعني الشباب اللي اليوم خارجين. السلام عليكم. داك الشيء زوين وداك اون فورم. تحية لك تبارك الله عليك، يعني تحية لهاد الأثناء هادي. تما خا زيرونا ولكن داكشي راه ساهل. داز زوين. نعم نعم داكشي داز زوين. واخا بالنسبة للأسئلة كنسمعوا بعض الشباب كيقول الأسئلة اللي كتعطانا الأسئلة ما كنقراوهاش. واش فعلا ما كتقراوش هاد الأسئلة هادو؟ شوف داك لا خويا تنقراوهم صراحة. عندنا واحد الأستاذ حباش الله يعمرها ديما تيدير لنا. يعني ما كاينش شي أسئلة خارج؟ لا لا ما كاينش. داكشي اللي قريته هو اللي تحط. داكشي هو اللي تحط أخويا. اللهم يسهل الله يسهل. ولكن أخويا راه الحمد لله إن شاء الله نديو الباك باك أون بوست. بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق. خويا تنشكر المدرسة ديالنا النارنج. النارنج. ديما كوبا. بلاتي بلاتي بلاتي. إذا في هذه الأثناء هذه كما كتلاحظوا معنا حنا كنتواجدوا من أمام زينب بن الزاوية متابعينا الكرام في هذه الأثناء هذه باش ناخذوا الآراء ديال كل الطلبة. الأستاذات كل شي وحدة تعطينا شي أشكال ماشي بس. الأستاذ كل شي مزيان. السلام عليكم. قربينا الأجواء قربينا الأجواء ديال كل شي مزيان الحمد لله. نعم كل شي كان كلشي كان حلو. وتحية لمدرسة النارنج وشكرا وكاع اللي كانوا واقفين معاهم. تحية السي وكيل الأستاذ
كانوا معنا اخرنا شكرا لكم استاذ حبيب استاذ حبيب استاذ حبيب تخدم معنا كلشي شكرا لكم بزاف استاذ حبيب ان شاء الله عندنا اش عندنا غادي اليوم بغيناكم تقربونا الاجواء ديال اليوم ديال يعني امتحانات اليوم اللي قدمتوا واش كاين طحنا في شي اسئله اللي لحد الان ضايحه في اسئله اللي شكل زوينه صافي دوينا الله يعمر السلام سيبا واحد الاستاذ شكين مرحبا انا ناس انا ما عشت ما والو السيده صعاب الاسئله ما عمرهم تحطوا وما عمرنا قريناهمش هادشي صعاب هادشي شنو هادشي ديال هاد العام هادشي صعاب حتى واحد ما ينجح اذا كل والراي ديالو كان سميت داكشي ناض ما باش السيده زيرونا اذا فهاد الاثناء هادي متابعينا الكرام فوالا سيبو الامتحان داز متناول داز مزيان داز احسن حاجه ولكن راه الباك راه عندنا التوفيق زيدي قلبينا تحية لمدرسة النارنج وتحية للوكيلين وتحية للعزيز وكنقول لهم في ضربة الشمال هنا السعادات إذا هذه رسالة السعادة مدرسة النارنج أحسن أستاذ في العالم تحية لكم تبارك الله عليكم إذا في هذه الأثناء هذه كما كتلاحظوا معنا متتبعينا الكرام متتبعين آخر خبر في هذه الأثناء من ثانويات التأهيليزين بن الزاوية كما كنلاحظوا كنلقاو الأمهات والآباء كيراقبوا الأبناء ديالهم باش يجيو يشوفوا وليداتهم وكي أنهم كيراقبوا جميع الأبناء ديالهم وجميع التلاميذ اللي كيتواجدوا حاليا في زينب النفزاوية من باب الإعدادية مازالين ناخذوا الآراء ديال التلاميذ شوفوا يلاه كيخرجوا دابا إذا في هذه الأثناء هذه متابعينا الكرام بقاو معنا مكتوفين ناخذوا الآراء ديال الكل ديال التلاميذ اللي كيتواجدوا حاليا من كل المدارس اللي كتواجد حاليا في مدينة النهرون إذا في هذه الأثناء هذه متابعينا الكرام هذو هما الشباب اللي خرجوا اليوم كيقول لك بأنه كانت أجواء مزيانة اللي كتواجد حاليا بمدرسة النارنج إذا تحية لكم تحية لكل الإخوة وكل الأخوات بقوا معنا مشوفين مازالين معكم بمباشر آخر إن شاء الله.